السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائي متتبعي قناة عالم رياض لطيور الزينة. كيف حالكم وحال طيوركم الجميلة والرائعة؟ أتمنى أن يكون الإنتاج جيدا عندكم. المهم في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتطرق لموضوع مهم، ألا وهو نبات القرنفل الذي هو نتاج من شجرة دائمة الخضرة، لها شكل مخروطي مزهرة وذات أزهار رباعية الأجزاء، ولها رائحة عطرية قوية، وهي واحدة من أقدم وأشهر التوابل، وبذورها تشبه المسامير وتسمى أيضا بعود النوار كما يطلق عليه في اللهجة المغربية، ويكون لونها أحمر ثم تتحول إلى البني عندما تصبح يابسة، وقد استخدمها الإنسان في التداوي وكبهارات للطعام خاصة القهوة العربية. وأشهر المناطق التي تنتشر فيها هي إندونيسيا والفلبين، ثم بعد ذلك انتشرت إلى باقي دول العالم. وقد أصبح العديد من مربي طيور الزينة يعتمدونه لعلاج طيورهم والرفع من جهوزيتها وتقوية مناعتها، لكونها تعتبر مصدرا مهما للمعادن والأحماض. وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتطرق لأهم مكونات القرنفل وفوائده ودواعي استعمالاته للطيور وطرق تقديمه لها. فأما عن مكوناته، فتحتوي حبوب القرنفل على عدة فيتامينات، أهمها فيتامين A وC وK. أما الأملاح المعدنية فنجد مثلا الحديد، المنغنيزيوم، الكالسيوم، البوتاسيوم، الصوديوم والمنغنيز، كما تحتوي على عدة أحماض مثل الهيدروكلوريك وغيره من الأحماض والألياف النباتية عالية الجودة، إضافة إلى حمض أوميغا 3، كما تحتوي على مضادات الأكسدة بكمية عالية. زد على ذلك كونها تحتوي على القليل من البروتينات والزيوت الطيارة. أما عن فوائده ودواعي استعمالاته، فهو يعد بمثابة طارد للسموم والبكتيريا والجراثيم من جسم الطائر، ومضاد للإسهال والإمساك، ويساعد على الهضم، ويقوي النظر، ويقوي ويصفي نبرة صوت الطائر، كما يدفئ جسم الطائر خاصة في فصل الشتاء. زد على ذلك كونه يعالج الأمراض التنفسية والربو وضيق التنفس واللهتة واللازم، بحيث نلاحظ قيام الطائر بفتح منقاره باستمرار، كما يقوي مناعة الطائر ضد الأمراض وكونه فاتحا للشهية بامتياز، كما يقوي ذاكرة الطائر ويحمي كبده وأمعاءه من الأمراض، وكونه محسن ومنشط جنسي طبيعي فعال، وينشط الدورة الدموية ويعتبر مسكنا للآلام، كما أنه مقوي للعظام ونموها ونمو الأظافر والمنقار ومحاربة التشحيم. زد على ذلك احتوائه على عدة مضادات للأكسدة، كما يحمي الكبد والطحال والكليتين ومقوي لريش الطائر ولمعانه، وكونه مطهر للجروح ومفيد للجهاز العصبي. أما عن طرق تقديمه فهي كثيرة، سوف نذكر أهمها والشائع استعمالها من طرف مربي طيور الزينة. الطريقة الأولى، يمكن وضع
من 30 إلى 40 حبة قرنفل في لتر ماء لمدة 12 ساعة، ثم نصفي المحلول ونقدمه في المشربية للطيور مرة واحدة في الأسبوع إلى 15 يوم ولمدة 24 ساعة، ثم نغير الماء. الطريقة الثانية، يمكن وضع 2 حبات قرنفل في نصف مشربية ونقدمها للطيور لمدة 48 ساعة مرة في الأسبوع إلى 15 يوم. أما الطريقة الثالثة فيمكن سحق ملعقة صغيرة من القرنفل ونقوم بغليها في لتر ماء لمدة 15 دقيقة، ثم نصفي المحلول ونقدمه في المشربية للطيور مرة في الأسبوع إلى 15 يوما، ثم نغير الماء في 24 ساعة. أما الطريقة الرابعة فيمكن أن نضيف ملعقة صغيرة من مسحوق القرنفل لكل كيلوغرام من الباطي أو غيرها من الخلطات، كما يمكن إضافة رأس ملعقة صغيرة منه إلى البيض المسلوق الذي يكون مبشورا. ملاحظة، إذا استعملنا هذه الطرق السابقة ذكرها من أجل الوقاية نقوم باستعمالها من مرة في الأسبوع إلى 15 يوما، أما إذا استعملناها من أجل العلاج فيجب علينا استعمالها مرة واحدة في الأسبوع إلى 7 مرات، مع الحرص على مراقبة الطائر المريض بشكل مستمر. كما أنه يجب استعماله، أي القرنفل أو مسحوق القرنفل، بحيطة وحذر لكونه يحتوي على مادة اليوجينول التي تسبب النزيف الشديد، خاصة في حالة ما أصيب الطائر بجروح، بمعنى لا يجب الإكثار منه، أي لا إفراط ولا تفريط. إلى هنا أصدقائي وأعزائي متتبعي قناة عالم رياض لطيور الزينة، نكون قد انتهينا من هذا المكون الذي خصصناه لحلقة اليوم. فعلى أمل أن ينال الفيديو إعجابكم، أرجو منكم الاشتراك في القناة والدعم والضغط على الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم في رعاية الله وحفظه.